عليه العافية ولا لسنتي سخنوا هكذايا، ولكن لا حديث إلا ريان، لا حديث إلا ريان. يا ربي يكون مع ريان، يا ربي يا ربي. أخوتي العزاز شي دعوة عافاكم، يا ربي يكون معايا. الله معك ريان، الله رديد، الله معك ريان. يلا كل شيء يكسب، الله معك ريان، عافاكم. الله معك ريان، الله معك ريان، الله معك ريان، الله معك ريان، الله معك ريان. رجال القوات المساعدة اجتياد المخزنية بيني وبينكم، والله العين العظيم إلى هذا الإطار هذا ضاع. بالنسبة للعامل البشري ضاع ضاع بزاف. في زمان الكورونا خدموا مع المخزنية، مع الجدارمية، خدموا مع البوليس، خدموا مع القيادة، خدموا مع برافو عليهم. هل لا خطر؟ أنا كنت عارفتي شنو صحابني، صحابني مسدودة ومع قطرت قطرت العافية الشاليمو، راه الإخوة اللي عارفين راه غيكون الانفجار. راه شتي هذاك المسؤول تيقول له، هو تيقول له واش عندها، واش مسدودة من الفوق؟ غيقول له لا، يعني راه إذا كانت مسدودة من هنا مع الشاليمو تقلت يا ربي السلامة. داكشي بيني وبينكم، هنا السلطات تتعامل بإنسانية، لأن عارفة الأغلبية جاية بحيلة، جاية عند خوها. ما بيني وبينكم يا كان الناس يكعسوا بزاف، يكعسوا بزاف. راه ما بغيناش حتى شي حاجة، عافاكم. اللي عنده شي واحد في عائلته هنا يتصل به، رجع عافاك، غير رجع عافاك. أو لاش حنا معذبين، معذبين باش نوصلوا لكم الواقع بلا ما تمحنوا راسكم. ما عليكم إلا الدعاء. شاف لا لا ما مقبولاش. لا شوف فين غامرة دات، يطلع من فوق الرويضة، ما مقبولاش. قلت لك اش غادي نقول له؟ الكراش نقول له ما مقبوله، زعما انا ما مقبولاش تجي فوق الرويضة ها هو غتطلع غير في وجهكم انتوما، ما خصوش يضرقنا. هذا قال لك علاش خليتي الاخر؟ يا شتي الله يهدي ما خلق، علاش خليت انا براسي؟ علاش خلوني انا؟ يحصر تاع الشكور مسكين. الله يحفظكم اخويا، الله ينصركم، الله يحفظكم. تمنيت من الله بيني وبينكم، إلا بغاو يدوزو حيت حين عبد غادي يحيدو كل شيء من هنا. أنا غادي ندخل في التراكس ندير راسي بحال الكريسون ومستعمر. يا ربي غير ما يعيقش بيا، عرفتي إلا ما يعيقش بيا غادي جلسوا في ديوركم ارتاحوا في وجهكم، غادي نبقى هكا. لأن راه أنا ما كاينش شي خرج أخر من غيجبدو يخرجوا من هنا، ولي ظروف أمنية لا بد غادي يحركوا كل شيء من هنا. درتني رجلي، كنت ديجا مهرس ومازال عندي واحد الفيس في ديك الشوفية، ولو غير تنوقف بزاف تنحس تنحس. والله ديك الحديدة تاهي نسيتها، راه شي عامين هادي ما حيش داك الفيس. عندك فين تحرك؟ لا افيكسي بالفاش شاد انت خويا، عافاك الكاميرا راه شادك والناس غادي تيعيبوا عليك. شو ما بدا يعيبوا عليك ضربهم. شو غادا تقطعوا؟ شتي؟ ايوا شتي منين جر؟ جر هذاك ما نفتقد تحيد له الفيش، راه الفيش تحيدات. خصني نعلم الشيفور، لان الله يستر عندك تكون شي حاجه تسقط دابا هكا باش توقع الفاجعه. انت دابا هذا كلشي هادشي خدام الكتريك، هذا جر هو يجر. شوف راه واحد هذا واش كان مقطع، راه واحد الفيش خابر هذا جر فيه الاخر عندك اخويا، يكون دير شي حاجه. شتي قاس على الرويضه، قاس على الرويضه. شريت تعلم مع الشيفور، قال له غير جلس مع الرويضه ولكن باش تشوف. جلس اخويا انا، غير جلس هكا باش ما تبقاش. قاس على الرويضه تعجبني. عرفتي راه حتى اللور مازال. شوف الناس راه اللور مسكن، راه الناس راه اخواني واحد العدد هائل اللي راه كاين وسط الغابه هنايا، كل شيء تيستناو اللحظه الفرح، اللحظه
ديال اننا نقولوا حتى الضمير ديالنا راهي اقليه اللي راها غاديه في الطريق اللي ماشي طريق اللي تيرضي الله. بان الحمد لله الانسانيه كاينه، عرفتي على انسانيه فهذا كيتفاعلت. اقسم لكم بالله خوتي مواتي مع هذا المشكل ديال ولدنا ريان. تنتمنى كل واحد يسكت هكا ويفكر، عرفتي راه بكات راه. انا نقول لكم واحد القضيه، الدموع اللي ترفات في هاد ثلاث ايام في المنازل اقسم لكم بالله الى ربما لاول مره ما كاينش الدار اللي ما بكاش فيها، حتى عائلتي شحال بكاو. تشرحنا هما حميد وهادي وشنو دار مسكين في كل كاع الديبلاسمات ديالي، تيقولوا لي رد البال لصحتك. مع ريان كاع ما قالوها ليا، لان ريان ريان مسكين كيش اللي عيط لي في عائلتي تيقول لي الله يرضي عليك الله يوفقكم. واش مازال الحين مسكين ما كاينش شي واحد؟ ايه بغاو يقطعوها. شتي الدراري شتي هاد السيتيرنا غادي تقطع وربما غادي باش الا طاح الردم يطيح وسط منها، ولكن بيني وبينكم كون قطعوها لي ماشي حتى لهنا. دابا راه تيقطعها بهذاك بديك العبي خويا العزيز خويا دابا تيحاولوا يقطعوا هاد السيتيرنا باش ان حيت يهبطوها، ولكن ما عرفتش غادي يديروا يهزوها دابا الا قطعوها عاوتاني. حتى دوك اللي كان شراهم الفوق ما عرفتش عارف شو عارفين اش يديروا. المهم غير كان عليهم هذه الارم هذه الفكره، يلاه عاد دابا قالها شي قالها لهم هذاك المسؤول ديال 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 المطار. اخويا شريف اشريف عافاك راني راه جيت درك انا راه كبار يعني عافاك. لا حبيبي نويكس اخويا العزيز نويكس شتي الطريقه باش غادي يقطعوها دابا غادي يبقى غادي تيقطع، ولكن بيني وبينكم ماشي تيضيعوا الوقت. راه الاخرين خدامين الاخرين خدامين، غير هادي دابا هاد السيتيرنا غادي يحتاجوها حيت الجروب اللي غادي تدخل باش انها تسلم منهم ريان خافوا هما اللي يكون شي اللي غادي يطيح ديك الجهه. انا ها هي ها الجهه اللي خافوا تطيح هادي دابا هاد الجهه لا فوق هادي شتي هاد البلاصة هادي راها بالضبط هادي يا ربي هاديك البلاصة بالضبط دابا راه خارجة ودايره هكذايا بحال كاسكيطة ما عندهاش الحل، لأن دابا عاوتاني إلا جاو يخدموها غير يطلع البوكلة للفوق مع راه ثقيل هادشي. راه هاد 28 طوب 30 طوب راه ليا ما يمكنش تما خص البوكلة يطلع حتى لحدا الدار ديال العائلة ريان عاد بدا يضرب ما يمكنش. ودابا غادي يحاولوا يديروا هذه المغامره لانهم تيتصارعوا مع الزمان كما قال ذاك المسؤول قال لك بان راه زعما تفاجئنا ببعض المشاكل اللي خلاتنا اننا الوقت اللي كنا في التخمينات تنحددوه بان صدق في الاخر لا. علاش؟ حيت جيت نسول لقيت دوك التساقطات ديال المفاجئه ديال الاطربه. وعليك التساقطات راه تتهبط مني ترى تيهبطوا انت تشوفها تتهبط لان هنا ما كاينش الحجر كاع كما شفتوا. البرد بدا الدراري البرد بيني وبينكم بدا هنا في هذه المنطقه. ريان كلشي كيستنى هاد اللحظة ريان عرفتينا فين شاد في هاد الحديدة هكا ما تخافوش عليا شاد في هاد الحديدة وتنحاول إن شاء الله إن شاء الله. يا ربي أنا قبيلة فرحت ملي قالت لي مو مسكينة راه الكبدة ديالي تتقول لي بأنه مازال حي فرحت. المهم كاين امل الكبده بيني وبينكم تتقول الام عند الكبده علامه ياك اخوتي المغاربه كاين هذا المثل. الله يسمح لنا من حق الوالدين الله يسمح لنا من حق الوالدين. هذاك
داكشي اللي كنا ظنينا واخا ماشي حنا زعما ما عارفينش فهاد الشيء هو اللي كاين ان خصو يقطعها كامله. ورا بيني وبينكم هاد السيتيرنا راه قاره غير حديد غليظ يعني داكشي باش ان ما يمكنش يستعملوا الشانيمو هذاك الشينيور ولا لا ان خصو يقطعها بالعافيه. غير بيني وبينكم خطره خطره تطرطق هي اللي غادي تقدر تبقي شي واحد في هادو اللي قراب له هو راه داير دوك النظر ديالو راه خطره خطره كتسمع ديك الطاق كيطيروا دوك النجوم ولا يكبش الحي في الطوجن. يا ربي كاين مجموعه ديال الامهات مساكنه ما تيعرفوش العربيه ساكنه المغرب العميق غادي نحاول نتواصل معاهم جاهد اننا نبلغوهم حتى هم ساكنين كلشي بغى يعرف اشنو وقع. معذره غادي نحاول نتواصل لان امهات مساكن مشان الصوت انا صافي تبعات اي زمان يستمز زور سيدي ربي غيفون نحاول نشرح لهم تا هو مساكن بعافاك اللغه الامازيغيه شي شويه اي زمان يستمز زور سيدي ربي غيفون من ميزن ريان اللي تستر الزيكون يسور اللي تستر الزيكون المزيد الدعوات اسج مع ان شاء الله يتجنواس مقران غير سيدي ربي يتجنواس اخاثار غير سيدي ربي يتجنواس لا يتعمر كل الجوامع نتميزار قدونيذ لان تستر سيدي ربي اسا امقران غير سيدي ربي هذه جواس الحمد لله الاخبار انها غيوظن ان اكيك الاخوان لاخ سواث عرس سيدي ربي ايش الاخبار ان شاء الله انها غيوظن وين ان ريان يسور يدر يسور صح الناس ريان مثل الشعب مثل الدنيا مثل الانسانيه ريان مثل المغرب العميق يتوالوا اذا اخواني قلنا واحد شفشاون كشي المزير ورلين لي بردان لا يسيد لا والو يسيد لا ترى عام ذيس كلشي غاسدي المسؤولين قال انا سيد لا سيكوريتي قال لي بروجيكتور اما ريان مسكين هاتيني لا ذا لا يسيد لا يمان لا يوزح اباسي يا اجوانو طرف انت درت نزل هذي اناخ اداخ 20 اسكا سايا ولو فيهم بابا عفل الله عطيك ستر وحسبي الله نعم الوكيل شدني من رجلي هو يطلع باش يطلع وفي البوكلان جرني من رجلي إيجا إجوانو وليوي ربي ديكس أمان إيجا أنت ديكس الميكا إيجا إجو قصير قوستانا مع الحرارة مع الأمطار أقصير إيجا بزاف راياني الدغري باسي وشاشي الحلوة إنا سيبا ريخ هذا الدوخ أو شي أذوي الحلوة إما ذو الماء يوشاشي باش شهر الحلوي يصل فراحي يوشي سي الحلوي إدى لا يسعر أضغر ميس المرضي الوالدين أقا مميزنخ ريان ريان يوشاش إشتي ميس إشتي يميس الناس أدير ضغي أدير ضغي في شربي يوفات لا تفطر الناس أيما أري خذ فطر خذي خلو قلت له لا راك فطرت يا ولدي ريان آخر ما قال مسكين ريان لمو ريان لعب تاني فكر مسكين يا ربي كون معه يا ربي مسكين الله عبد رسول الله حسبي الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي, يا ربي. ريان يدس الفراحي تيرا هادي عايد غريب باس وريو انسا ايقا اضار غفوانو اقصر يقاس كثافو كثيكشم ريان قوانو انو امصان ورديكس لا يمان لوالو ديكس 32 متر ميس مسكين ثنك غاس استاسا سنخ اسم ميريان الا قوانو اني خاس يستعريز مي ميكي بضا ني مول عليخ من ميكي بضا تتابع الله يسمح لنا بحق الوالدين ني خاس يباس يستعريز ريان يسي بضا قانو انه لا ورث عليخ ولكن والو ثني ميس ريان الا قوانو علم السلطات المحلية علم القايد داند البومبية يانيش الكاميرا وفان ريان الا يدر قوانو سيس تدخل شوف دي فيديو ايجن البرنامج المباشر نيكش من اي اولاث العقل عافاكم انت لاني عافاكم امول سلابة عافاك اخويا زعما راك اخويا امول سلابة لا اله الا الله وما غادي نرفزو هاد الشيفور وغادي نهبطو من هنا اخويا هو
بيني وبينكم هاد التصرفات مثلا اللي تيدير هاد السيد لا راه ما مقبولاش ديما حيت تنكون حنا تنكون دابا راه ابسط حركه هنا تقدر تعطي فيها جهه هو تبليغ هوات وانوي ويعطي شي احاديث وكل شيء يخليو الناس ان يدعيو الله سبحانه وتعالى وما يحاولوش يأجلوا الوضع دابا علاش واش وعدنا نقولوا يا الله ولا نقولوا هكذا عاوتاني حتى حنا المغاربه راه حشوم علينا قالوا وقفوا هادو عيام والاعيان مسكين هذا باش يدير مارش ويحرك البالا ولكن كلشي واقف اذا كلشي عرض راسه للخطر لا اله الا الله هذا السيد حشوم عليه ديما هكا تيدير دابا غيدير تا الجمهور هنا وغادي يكون تدافع وغادي يجي عاود مسك المخازنيه ولا الناس مكونسونطري الناس اللي بغا يمشي يصلي يمشي يصلي ويدعي الله ها هو تيأجر الوضع علاش لا باش مخزني يدفعوا باش بدا يغوتوا الاخرين وما تدفعش فهمت هذا دابا تيقول لهم علاش كتقطعوا هذه بالشويه ما عرفش بان راه كاين الاشغال خدامه وراه الناس خدامه كتعتق رايان حشوم عليه راه ماشي غير اول مره دار هذا السيد دابا هنا تيغوى تيقول علاش كتقطعوا السيتيرنا وانتم نسيتوا ريان واش هذا اللي تيقطع السيتيرنا غادي يفكر ريان واش هذا دابا اللي تيقطع السيتيرنا انه راه كاين هو مفلفل في ليكيب ديال الانترفونسيون لا راهم خدامين عافاك وهادو استعدادات ديال اش راه قلتها قبيله في اللايف هادي راه ما غاديش تجو هذا برا حتى الاخر فين قلت لي هو قال لهم علاش درتو لا دابا تيغوت قال لهم علاش كتقطعوا هادي هنا ونسيتوا رايا راه الناس خدامه الناس دريان واش هذا دابا المونشينيول هو اللي غادي يمشي يجبد ريان راه هذا خدام خدمته بوحده والناس خدامه عاوتاني ما خصناش نبقاو على الله يحسن العوان راه الناس عايشه هنايا مساكن 4 ايام في تمن الكحله والله يحسن العوان راه واش بابا الله يرضي عليك قاصر وما تبانش في الكاميرا عافاكم الدراري حشوم عليكم راه حتى الكاميرا راه تيسبوكم الناس يقول لكم حشوم عليكم اشرفة غادي تطيح فين غادي يا بابا هبطا ولدي سيري سير بابا الله يحفظكم الله يعطيكم الصحة عندك خويا العزيز نعم عيدي يدير ابو الطربوش شوف اشرف شوف دابا يبقى شي فينا كامل الله يرحمه انا نعاون شوف خطوره تاع الراجل كبير الله يحفظك اخويا العزيز وانا غادي يقطعوا له دابا تصور دابا فيكسيبل الى قطعوا دابا هذا كما تشوف هنا باش هنا كيكونوا الفاجعه تصور دابا هذا كاع هادشي الكتريك دابا هذا تقطع تصور دابا هذا يكون فيكسيبل مثلا يكون هذا هو اللي دوز الفرانة امام تاع الكتريك الضوء غادي يقلعيه هبط غادي يعطي فجعه هاتي وراك فوق الفيكسيبل راك فوق الفيكسيبل لا اله الا الله نرجعوا عند ريان الله يهديهم اشرف 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 صاحبي ديما ريحوا لك اشرف 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 اشرف
شريف لعتك محشوم عليك بعافك ابو بعافك وعافك خشم واحد الشوي واش الوقت هادي عافك دعي ودعي والله سبحانه وتعالى تكون سونترا وراه روح تسال عافك اخويا حشوم عليك عافك عافك لا احنا ماشي غير واحد صافي ماشي مشكل الله اكبر صافي ماشي مشكل قول لي انا صحاب لعتك صحاب صافي برافو قول لي انا صحاب ماشي وقت ماشي وقت انا بقول لي واحد عافك واخا صافي انا قلت لك عافك دابا انا تنحز يلا بابا نواف راه ماشي كتبوا مسكر الله يحسن العوان اخويا راه خدامين يلا بابا نواف يلا واشتي انت يا ربي واشتي هادي دابا انا بالعائب ماشي بالعاني انا بغيت نقطع اللايف وبغيت انا هاد البرامج اولا هاد الوقت اللي تنعيشو تنعيش بحايله مع عائلتي قال تنعاود بكل العفويه هانت هكا هذا هو المجتمع ديالنا والتعاليق ديالكم دائما انا التعاليق ما بغيت حتى شي تعليق التعليق اللي بغيت الله يكون مع ريان الله يكون مع ريان ريان راك في عهد الله الله معك ريان الله معك ريان وصافي ما الله يهدي معك انا طالع علاش دابا راه انا بيني وبينكم راه غتقدر تكون فاجعه راه دابا هو مسكين براسو جالس على الفيكسيبل ها شي فور طلع للدو راه جالس على فيكسيبل وداك الفيكسيبل ديال الزيت وهادشي كله خدام هيدروليك لا اله الا الله اذن خوتي الاعزاء تنشوف عاوتاني مره اخرى تيحاولوا يجيبوا لي بارير لان راه هو لعيا وراه داروا دي بارير اللور بيني وبينكم ولكن والو سمع دابا شي فور تيقول لهم الله يرحم الوالدين ولكن دابا يا ربي يا ربي ان شاء الله ان شاء الله إذن إخواني اللي عاد دخلوا فحسب التصريح ديال مقرب إخواني من فرق الإنقاذ والتدخل فالحمد لله أن من لما بقاش بزاف بيننا وبين ولدنا ريان الطفل ريان ابن المغاربة ابن الإنسانية حسب آخر المعلومات أنه لا زال الحمد لله على قيد الحياة ومما بشرني خيرا هو أنني وثقت عشية اليوم ورجال الوقاية المدنية في واحد الحراسة اللي كانت مستمرة في الفوهة ديال البئر ولا الحفرة فاش طاح ريان كيحاولوا دائما أنهم باش يهبطوا قنينات ديال الأكسجين باش يزودوا هذاك البلاصة بالضبط لأنه هو كيتواجد على واحد العمق ديال مش حال المترو ديال 30 متر مسكين باش طيح ريان ريان راه ملي طاح من الفوق وراه هبط 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 حتى راه هاد البلاصه اللي ما كتبانش كاع اذا 30 متر مسكين باش هبط الله نجاه الله نجاه الله نجاه الحمد لله والله سبحانه وتعالى الله انه الله يا ساده انه الله يا عالم انها ب 30 متر وعرفتي راه غادي يجيب واحد الفيتاس ولكن شوف الله سبحانه وتعالى احتضنه الله سبحانه واحتضنته الارض بامر من الله في واحد الحفره صغيره على بعد 30 ملي ريان راه تماك في هذيك القنيته جالس مسكين لانه تسقاتو الكاميرا وكنتوفروا على نسخه من الفيديو جالس مسكين ولكن للاسف الشديد فيه واحد الضربه مسكين في الراس ديالو في الجهه اليسرى كاينه واحد الضربه مسكين لان كان جا هكا يا زالق وتيضربوه القنات مسكين ان فيه واحد الضربه تنتمنى لولدي ريان انه ما تكونش تكون غير شي خدوش هذا الشيء اللي بينات الكاميرا ريان بان في واحد اللقطه اللي اتوفر على نسخه منها حسب واحد الفيديو متداول هنايا بانه ريان كان يتحرك وكان الى درجه انه هز شي حاجه مسكين قدامه هكا شي المهم اللقطه يدو جايه حتى لفمو ورجعات عمي علي معروف هنا في البلاد وتعرفوه صحاب المنطقة وراه دوزتو في حوار البارح يؤكد عمي علي بأن لأنه هو راه كاين مع فرق الإنقاذ لأنه هو اللي راه هو الأول واحد دخل في داخل القادوس حسب المعلومات اللي عندي لأن عمي علي الحرفة ديالو تيحفر البيان عنده إخواني عنده دراية بهذا نقصدو ديال البيتري قصدو ديال البطري باش يبقى باش نبقى ونيت هكذا ما نعياش ان شاء الله ما نعياش ان شاء الله ولا رجلي قتلي وضرتني
عمي عليت قال لي في الحوار اللي دوزته على قناة شوف تيفي بأن هو عمي علي جلس يخمم وفكار يا مسكين ماكلة ما شرب ما قال لي عمي علي بأنني أنا وقالها أنا من المغاربة وأنا شهود اللي كانوا يعاونوه بأنه هو شد واحد القنينة ديال الماء صغيرة من نوع بلاستيك وحزم لها الرويصة ديالها هكذا بواحد الخيط صغير وداروا في الكردة هو يدير 30 متر هو يهبط عمي علي هذيك الكوردة كاملة وكاين مجموع وكاين واحد الخبز شويه الخبز فيه شي كاسكروت انا ما كنتش سولته بالضبط قال لي وانا نهبط كامل 30 متر ورصيت قال لي بقيت راسي واحد الفتره راسي كبيره من بعد ان عاود جبد والمفرح هو ان عمي علي قال لي تيحلف وتيقول لك بان لقيت ان الماء نقص من القرعه وبان الماكله سكلات ما بقاش هذه بشرى الخير اللي حسب التصريح ديال عمي علي فرحت لها بزاف مما يؤكد ان ولدنا وحبيبنا ريان انه رغم العمق ديال 30 متر ان الله سبحانه وتعالى انه استرو واحتضن له الارض اللي هي الام ديالنا ومنها خلقنا واليها نرجعون انها احتضنته كام لان الارض هي الام ديالنا فالام ديالو الحقيقيه الارض احتضنته وحماته وإحنا في واحد تجربة إنسانية أمام العالم وأمام تاريخ اللي تبتنا للعالم بأن كاينة إنسانية ما كاينش شي ضار اللي ما بكاتش على ولدنا ريان. أخي المستجدات ديال الأوضاع هو أن دابا راه دخل واحد القدوس الحديدي أنه تم استعماله بنجاح في حين أن مازال خصهم يديروا جوج ديال القوات تيديروا قدوس ديال الحديد وربما تيديروا فوق منه الآخر باش واحد يحمي الآخر لأن في أي لحظة خص يكون شي نهيار. بالنسبة الإخوة اللي تيقولوا يدخل شي واحد من الفوق ويعتق ريان اللي خصك تعرف بان ديك الحفره فاش طاح ريان شتي ديك شتي الرويضه ديال الاركات الصغار بحال هكا اذا حفره صغيره غاديه ربما راكم الاخوان الفلاحات يعرفوا هذيك الطريقه باش كتخدم الاله بالريمه فتنقولوا لها بالريمه صغيرة إذا واخا كاع تهبط هادو اللي هبطوا عاوتاني بيني وبينكم لا واهبط بقات له متر هبطوا ولا غي دعايات ربما كاع كان واحد مسكين اللي غامر بحياته وصل ل 16 متر وصافي التنفس ولا تيوقف فيه خرجوه في حين أن شي جوج كاع ما فاتوش 2 متر و 3 متر صافي شافوه ولاو تيدير وشوف الله سبحانه وتعالى ريان 30 متر فأنشأه الله سبحانه وتعالى وهو يمتحننا وها نحن نجحنا هذا الامتحان اللي امتحنا الله إخواني وثبتنا العالم وثبت العالم لنا بأن شتي الروح عزيزة على الله وثبتنا الله بأن هذيك الروح هي عزيزة عندنا وحدنا أنا كنتمنى منكم خوتي العزاز هو أنكم تدعوا الله سبحانه وتعالى يكون مع ريان ريان في هذه الحفرة غير من اللي طاح ريان 30 متر وصدق في واحد تخيلة صغيرة هكا صغيرة واحد تخيلة غير أنا ديك الآلة ديال البريمة ربما لقات لاميديتي وضربت واحد شوية على اليسر تماتش وبقى مسكين ريان إما كيما حماه الله سبحانه غادي إن شاء الله غادي يحميكم ويحمي الدرية ديالكم إن شاء الله ويحمي الأولاد ديالكم إن شاء الله وأيد معه بكيتوا على ولدنا ريان أو لبكينا عليها كنتمنى تكون بالمئات ديال الحسنات وتكون بردا وسلامة على أي واحد تضامن مع هذا الروح الطاهرة ديال ريان اللي تنتمناه أننا نشوفوه بخير وعلى خير فدعواتكم إخواني وشكرا شكرا وألف شكر للسلطات المحلية من الشق هذا الشق اللي أنا لا زال عامل الإقليم اللي حتى الساعة موجود لا زال ولي الجهة هنا كاين كل المسؤولين ديال هاد القطاعات ديال التدخل السريع لحماية المواطنين ربما كاين غياب واضح للمنتخبين
اللي استغربت له غياب واضح للوجيستيك الجماعات المحليه، رغم ان اللوجيستيك الحمد لله اللي هما اللي بغاو في بالنسبه للانترفونسيون كاين هو هذا، ولكن تنشوفوا بان العامل البشري اعطى من القوات المساعده والدرك الملكي والوقايه المدنيه. سيدي برافو عليهم، هاد الناس الحق دوما اللي خصهم يتخلصوا الرواتب ديال اللي تيجي واحد سياسي وتيبقى يهضر 15 يوم وكيشد 5 مليون. ناس سيدي والله العلي العظيم، اكشتي التشاحنات احنا حتى نحاولوا ناخذوا الصوره وما تيخافوا علينا ويدفعونا ونهربوا لهم هنا ونحاولوا نقربوا لكم، ولكن زعما بيني وبينكم حتى الساعه كلشي كان بلا باخر، لان احنا في مشكل عندنا في الدار، لان كلنا دابا ولينا عائله واحده وجالسين في الدار وعندنا مشكل، فهمتي؟ اذا هنا كنشوف بعض البعض ما عرف يرد عفاش يقولوا يا ربي مع ذاك الكومبيا مسكين رجل الوقايه المدنيه راه مسكين شتي فين كاينين. الله معاهم لان في اي لحظه راه يقدر يكون انهيار ديال الاضربه في اي لحظه. إذن إخواني الآلاف إلى ما خفتش الكذب ديال المواطنين، إذن من العيب والعار، والله من العيب والعار أننا نسمع مثلا أن تنسمع البعض اللي في ذاك الظلام أش يقول واك على شوها خلي ولاد الشعب يخدموها، اش بغيتي كل وحرفت وحشوم عليكم. واش دابا هذا الجزاء؟ دابا انا رجل الوقايه المدنيه مسكين اللي عاطي صحته دابا ومغامر وخناسي ولادو وبدا يسمع من موراه واك على شوها؟ واش هذا ماتش ديال الكره حشومه عافاكم؟ راه حتى هادو خصنا شي خدام، راه خصنا حتى حنا بدا نعاقب بدا نهضروا مع راسنا، ماشي ديما الواحد ديما بدا الواحد هو اللي ينتقم. اذا ها هما الاخرين يجيبهم من هنا، وبالتالي هنا المعنويات كتهبط ديال الناس مساكن اللي 5-4 أيام وما في تمرك حنا. شوف الأخراف وسط العافية مسكين. بسم الله ونعم الوكيل. شوف نعم يا الله ما آمين، الله ما آمين، الله ما آمين، الله ما آمين، الله ما آمين. هاك شكرا لك. تنشوفوا تدخل ديال احدهم قال لهم حشومه عليكم عيب عليكم، لان مسكنا لا راه المعنويات هي كل شيء. الواحد رفع له المعنويات راه يعطيك النفس ديالو يعطيك روحه.
ولكن شوف المسكنات شوف النظرات إخواني، شوف النظرات ديال كل القوى اللي كنا تنقولوا قوى القامة على واحد كانوا تيديروا خدمتهم. شوف اللي وصلنا الإنسانية، شوف كي داير. والله العلي العظيم راه هادي الصراحة أخوتي العزيز هانس، شوف مساكنك الأغلبية رضي يدها اللور، أنت الأغلبية رضي يدهم اللور كما كتشوف أنت. إذا غير هذه رسالة ديال هاد الأجهزة اللي أنا أرفع لكم القبعة، والله العلي العظيم وكتعرفوا الجرأة ديالي في الهضرة وحيت نشوف الفساد أو لا، ولكن اليوم حان الوقت باش نقولوا تبارك الله عليهم مساكن. راه عطي 4 أيام، الله يعطيكم الستر، 4 أيام هذه 4 أيام هيو. ولكن تنعيا ما نفكر في تمارا وتنفكر ريان ريان مسكين 4 أيام بوحدو. يا ربي يا ربي يا ربي عرفتي لا ريان الحمد لله خرج بخير وعلى خير، غادي نجلس هنا 3 أيام ولا 4 أيام غادي نجلس. يا ربي هذه جابوها باش يحطوها فيا يحطوا يكاريو عليها، لان راه كاين الرد مليح باش الى جي يجي فيها ما يموتوش مساكن. راه عارفين اش يديروا، راه عارفين اش يديروا مساكن، راه الناس تموت وتكرا، راه الناس راه تقول غارب واش الواحد يدعي الواحد يدعي. هما خدامين هما دابا هادو خافوا على راسهم، هادو راه صحابهم راه خوتهم الداخل، ها هما تيوجدوا لهم الا كان شي رد يتعرضوا به. اللي خدام راه خدام الله يعاونه، راه راه الحمد لله بقدروش. نعم هذا الله سبحانه وتعالى كاميرا التمرة. شكون البارح كنا عاطينا امل اليوم مع انا البارح خويا البارح ما عرفتش البارح الصريح ديال المسؤول انه راه بخير مزيان يعني رحمه الله، لان اليوم الشريف اليوم انا اللي عجبني هو مع الربعه الخمسه راه شفتهم تيدفعوا الاكسجين الله يطول في عمرك. هو دابا انا شي عشيق ماني ماشي ديال التسجيل مش حتى تلفون كلشي.